هنبدأ في المحاضرة دي نتكلم على الريد بلاد سيلز أو الار بي سيز. هنتعرف في البداية على الاستراكشر والكاونت والفانكشنز والسايت اوف فورميشن واللايف سبان، وبعد كده هناخد تايتلز مهمة جدا، موضع أسئلة الإريثروبويسيس والأنيميا والبوليسايتيميا. زي ما اتفقنا قبل كده انه البلاد سيلز هم الريد بلاد سيلز الار بي سيز والوايت بلاد سيلز الوايت بي سيز والبليتلتس. نبدا بالشيب اند سايز. زي ما واضح من الفيجر هي شكلها ديسكس اقراص، فيها زي ما انتم شايفين ديبريشن من السنتر من البول سايدز، فاما بوصفها بقول هي باي كونكيف ديسكس. واضح طبعا انها ثيك في الاطراف اكتر من السنتر. الارقام للعلم، لكن اللي بيهمنا هل الشكل ده بيخدم وظيفتها؟ اكيد الشكل ده بيديها لارج سيرفيس اريا، وده بيخدم وظيفتها بالنسبه للجاز اكستشينج. داخلها يوجد ايه؟ المين ستراكشر اللي موجود انسايد الريد بلاد سيلز هو الهيموجلوبين، فهي بتحتوي على لارج اماونت من بروتين اسمه الهيموجلوبين والاختصار بتاعه اتش بي، ولكن الى جانبه في اشياء اخرى زي الكربونيك انهيدريز انزيم، زي بعض الايونات البوتاسيوم الصوديوم المغنيسيوم البايكربونات الفوسفيت. بنلاحظ كمان انه ما فيهاش نيوكليوس، فهي مش ترو سيل، لا يوجد فيها نيوكليوس ولا يوجد فيها ميتوكوندريا ولا يوجد فيها اندوبلازميك ريتيكولوم. النورمال كاونت اوف ريد بلاد سيلز في الادلت ميل هي من 5 لـ 5.5 مليون بير كيوبيك مليمتر، يعني كل كيوبيك مليمتر في البلاد يحتوي على 5 مليون. من 5 لـ 5.5 في الميل، من 4.5 لـ 5 في الفيميل. في نيولي بورن انفانتس بتبقى من 6 لـ 8، وفي التشيلدرن من 3.5 لـ 4.5. وبالنسبه للهيموجلوبين اللي اتكلمنا عنه كميته يا ترى بتبقى قد ايه؟ النورمال فاليوز اوف هيموجلوبين في الادلت ميل بيبقى من 14 ل 16 جرام في كل 100 ملي بلاد، وفي الادلت فيميل من 12 ل 14 جرام لكل 100 ملي بلاد. نتكلم على الفانكشنز بقى اوف ريد بلاد سيلز اللي هي بالنسبه لنا طبعا مهمه جدا، يعني اي فانكشنز مهمه جدا. طبعا المين فانكشن بتاعتها اللي هي نقل الجازز وتبادلها مع اللانج ومع التيشو. فالوظيفه الاولى هي الترانسبورت اوف اكسجين. طبعا مين اللي بيكاري الاكسجين؟ الهيموجلوبين اللي هو المين بروتين اللي احنا اتفقنا اللي هو المين ستراكشر اللي موجود انسايد الريد بلاد سيل. فالهيموجلوبين طبعا لما الريد بلاد سيلز بتروح اللنج بيحمل بالاكسجين وبيبقى اسمه في الحاله دي اوكسي هيموجلوبين، ولما بيروح للتيشوز بيعمل ريليز لهذا الاكسجين وبتاخده الخلايا وبيتحول في هذه الحاله الى ما يسمى ريديوسد هيموجلوبين. بتنقل كمان الكربون دايوكسيد. الكربون دايوكسيد ما بيتنقلش زي ما هو، لازم ياخد صوره البايكربونيك، وعلشان كده الريد بلاد سيلز بنلاقي جواها الانزيم اللي بيحفز هذا التفاعل. فبنلاقي السي او 2 داخل الريد بلاد سيلز بيبتدي في وجود الكربونيك انهيدريز يتحد مع الووتر ويتحول الى بايكربونيت وهيدروجين ايون، وفي مرحله ثانيه بيرجع ثاني كربون دايوكسيد. فهو الترانسبورت اوف كربون دايوكسيد بيبقى دايما في صوره بايكربونيت، وده بيحتاج الكربونيك انهيدريز انزيم، ولهذا هو موجود انسايد الريد بلاد سيلز. طيب هل الهيموجلوبين بس مثلا بينقل الاكسجين ولا له وظائف اخرى؟ لا طبعا الهيموجلوبين بيعتبر احد الاسيد بيز بافرز المهمه اللي بتشارك في الكنترول اوف بي اتش اوف بلاد. الوظيفة الرابعة وهي وظائف الريد بلاد سيل ميمبرين واللي ممكن تبقى في حد ذاتها سؤال. يبقى عندنا أربع وظائف رئيسية: ترانسبورت اوف أكسجين، ترانسبورت اوف سي او 2، إن الهيموجلوبين يعمل كبفر. يعني إيه بفر؟ يعني بيشارك في الكنترول اوف بي اتش اوف بلاد، يعني الأسيد بيس بالانس، له دور في الأسيد بيس بالانس.
والوظيفه الاخيره الفانكشنز اوف ريد بلاد سيل ميمبرين، اللي هي ممكن تبقى سؤال لوحدها في حد ذاتها. طيب ايه مواصفات او وظائف الريد بلاد سيل ميمبرين؟ طبعا هو زيه زي اي ميمبرين بيحافظ على محتويات الخليه، فهو بيكيب الهيموجلوبين انسايد ذا سيل، الاتش بي طبعا يعني الهيموجلوبين. وشكله زي ما قلنا اللي هو الباي كونكيف شيب، ده بيدي لارج سيرفيس اريا للريد بلاد سيلز، وده بيسمح لها انها تقوم باكبر قدر ممكن من الجاز اكسشينج، بيسمح بالحركه الحره او الفري ديفيوجن اوف اكسجين اند سي او 2 اكروس ذا ميمبرين، وده طبعا اساسي لوظيفه الريد بلاد سيلز عشان تقدر تعمل الاكسشينج اوف جازس مع التيشو ومع اللانجز. كمان عليه بروتينات من بره اسمها الانتيجنز. الانتيجنز دي بتحدد نوع البلاد جروبس بتاعتنا او نوع فصيله الدم بتاعتنا، اذا كانت A مثلا او B، وهنحددها بالتفصيل وهناخدها بالتفصيل في درس البلاد جروبس، وده درس عملي ان شاء الله. الصفه الخامسه انه مرن، وده مهم جدا في الحقيقه، لانه الريد بلاد سيلز زي ما بتمشي في الشرايين الواسعه بتمشي كمان في الكابيلاريز او الشعيرات الدمويه الضيقه واللي الدايمتر بتاعها صغير، فلو ما كانتش تتمتع بالمرونه ممكن انها تتكسر. وفعلا في بعض انواع الانيميا او بعض الامراض اللي لما بتفقد المرونه او بتكون يعني في كونجنتال ديزيز بيخلي الممبرين ده لا يتمتع بالمرونه الكافيه بيبتدي يتكسر في الشعيرات الدموية ويعمل نوع من أنواع الأنيميا. السايت اوف فورميشن طبعا مشهور إنه في الأدلتس هي بتتعمل في البون مارو أوف ذا بونز. لو تتبعنا الرحلة من البداية فهنلاقي في بداية تكوين الجنين early in embryonic life بتبقى في تيشو اسمه يوك ساك، لسه ما فيش أورجنز موجودة. later شوية بعد ما بيكبر شوية الإمبريو بتبقى في الليفر وفي السبلين وفي الليمف نودز. في last month of gestation يعني خلاص في نهاية الحمل وافتر بيرث بعد ميلاد البيبي بتبقى في كل البونز، في البون مارو بتاع كل البونز. من بداية 20 سنة يعني نقدر نقول في الادلت لايف بتبقى في بونز معينة اسمها الممبرينس بونز. انت طبعا هتدرس انواع البونز في الهيستولوجي، لكن انا هقول لك امثلة على الممبرينس بونز زي الفرتبري والاسترنم والريبس والإليا. اللايف سبان والفيت اوف ريد بلاد سيلز مهمين. اللايف سبان يعني مدة الحياة بتاعتها، هي من ساعة ميلادها أو من ساعة تكوينها بتعيش في السيركيوليشن حوالي 120 يوم. لما بتوصل لسن ال 120 بتبقى بالنسبة لنا اولد وما بتؤديش الفانكشن بتاعتها بكفاءة، فالجسم بيحتاج انه يتخلص منها وبيتم تكوين نيو ريد بلاد سيلز. طيب الاولد ريد بلاد سيلز بنتخلص منها ازاي؟ زي ما انت شايف في الفيجر، البدايه عندك من اليسار، ابدا من اول البون مارو، من اول الفقره اللي قدامك دي، فقره العمود الفقري باللي هي بتكون لنا النيو ريد بلاد سيلز. بعد كده لما بتكبر بتبقى 120 يوم بنتخلص منها فين؟ زي ما الفيجر بتقول لك في السبلين والليفر. طبعا الفيجر في الليفر بس، لكن هي في الحقيقه السبلين كمان بيخلصنا من الاولد ريد بلاد سيلز، بتبتدي تتكسر. طبعا هي جواها ايه اكتر حاجه بتهمنا؟ الهيموجلوبين. الهيموجلوبين كمان بيتكسر الى مكونات، هو اسمه هيموجلوبين فهو بيتكسر الى هيم، جزء مركب كيميائي اسمه الهيم وجزء اسمه الجلوبين. الجلوبين ده بروتين، يعني بروتين يعني بيتحول الى امينو اسيدز وبيتم تخزينه في الليفر، لان الامينو اسيدز او البروتينات شيء مهم بالنسبه للجسم، فبيتخزن في الليفر حتى يعاد استخدامه. الهيم ده مركب كيميائي يحتوي على الحديد الايرن وعلى صبغه اسمها البيلروجين، دي الصبغه اللي بتدي المراره اللون بتاعها، فبسميها احيانا بايل بيجمنت. الحديد زيه زي الجلوبين هو كمان شيء مهم، فبيتخزن في الليفر. طب الصبغه دي بتروح فين؟ الليفر بيبتدي يفرزها مع سائل المراره وبتروح للانتستين وبتدي الستول بعد كده اللون المميز بتاعه، بتتحول الى حاجه اسمها ستيركوبايلينوجين، يبقى هي كان اسمها بيلروبين، بتتحول الى ستيركوبايلينوجين وبتدي الستول البراون كلر المميز بتاعه. يبقى نراجع تاني الخطوات دي مهمه.
الريد بلاد سيلز لما تبقى اولد 120 يوم، ايه الاعضاء اللي مسؤول عن التخلص منها او تكسيرها؟ الليفر والسبلين. بتتكسر طبعا، الممبرين بيتكسر وبيخرج الهيموجلوبين، بينفصل الى او بيتكسر الى مكوناته اللي هي هيموجلوبين، الجلوبين بيتخزن، كذلك الحديد اللي موجود في الهيم بيتخزن، يفضل صبغه اسمها البلوروبين. الليبر بيفرزها مع سائل المراره اللي هي البايل، وبتروح للانتستين. طبعا سائل المراره ده بيدخل في هضم الدهون، هناخد بعد كده في الجهاز الهضمي، لكن الصبغه بعد كده بتنزل والبكتيريا اللي موجوده في الامعاء بتشتغل عليها وبتحولها الى حاجه اسمها ستيركوبايلينوجين، وده اللي بيدي الستول البراون كلر المميز بتاعه. ودي حقيقه ليها دايجنوستيك فاليو، يعني هنعرف بعد كده مثلا لون الستول لو ما كانش اللون المميز كان باهت او كان فيري دارك، في الحاله دي انا بعرف ان في مشكله في المراره او مشكله في الكلى. لكن ده مش موضوعنا دلوقتي، اللي مطلوب منك دلوقتي انك تعرف الفيت او المصير او ايه اللي بيحصل للاولد ريد بلاد سيلز. طيب يبقى احنا لحد دلوقتي كل اللي عملناه اتعرفنا على نقدر نقول البطاقة الشخصية of red blood cells، عرفنا الشيب اند سايز، عرفنا الاستراكشر، أهم حاجة موجودة جواها طبعا الهيموجلوبين، وعرفنا النورمال كاونت بتاعها، وعرفنا النورمال فاليو اوف هيموجلوبين يعني كام جرام، وعرفنا بعد كده الفانكشنز اوف ريد بلاد سيلز واللي داخل فيها الفانكشنز اوف ريد بلاد سيل ميمبرين، عرفنا السايت اوف فورميشن ثرو اوت اللايف، وعرفنا كمان اللايف سبان اند فيت. ندخل بقى في عنوان مهم في حد ذاته وسؤال كبير بيجي في الامتحانات، اللي هو الاريثروبوليسيس. هنا عايز اقول لك انه الريد بلاد سيلز ليها اسم تاني باللاتيني، فانا ممكن اسميها اريثروسايتس، وبالتالي كلمه اريثروبوليسيس لما نيجي نفككها، اريثرو جايه من اريثروسايتس يعني جايه من ريد بلاد سيلز، وكلمة بويسيس تعني فورميشن. فإريثرو بويسيس لما نيجي نترجمها من اللاتين كده للإنجليش نلاقيها تعني فورميشن أوف ريد بلاد سيلز. يبقى أنت بسهولة قوي لو فاهم الكلمة تقدر تحط التعريف. يبقى أول حاجة في الإريثرو بويسيس الديفينيشن، it is the process of formation of red blood cells. كويس جدا. طب إيه الفاكتورز اللي في جسمنا او ايه الميكانيزمز اللي في جسمنا اللي بتساعد على تكوين كرات الدم الحمراء؟ عندنا فور فاكتورز المفروض نعرفهم كويس جدا. اولا الهايبوكسيا او الاكسجين لاك. ايه علاقه نقص الاكسجين بان احنا جسمنا يكون كرات دم حمراء؟ يعني شيء طبيعي، هي وظيفة كرات الدم الحمراء إيه؟ إنها تشيل الأكسجين وتنقله للتشو، تشيله من اللنج توديه للتشو. فإذا لما الجسم يعاني من نقص أكسجين، أحد آليات الدفاع بتاعة الجسم أو أحد الآليات اللي الجسم بيحاول بيها يزود الأكسجين إنه يزود عدد كرات الدم الحمراء. زي بالظبط بنقول إحنا بناكل إمتى؟ لما نجوع. طيب الجسم يعمل ريد بلاد سيل إمتى؟ لما يكون محتاج لمور أكسجين. يبقى أحد الأشياء أو أهم محفز في الحقيقة لتكوين كرات الدم الحمراء إنه الجسم يكون حصل فيه أكسجين لاك. تاني حاجة الهيلثي ليفر والكدني والبون مارو، إيه علاقتهم بالريد بلاد سيلز؟ هناخد الكلام ده طبعا بالتفصيل، لكن نحب إن إحنا نفكر. إحنا لسه من شوية قايلين إنه الليفر بيعمل ستورج للحديد للأيرن وللجلوبين، وكل دول بيدخلوا في تكوين نيو ريد بلاد سيلز وحاجات تانية كتيرة هنقول، بس خلينا نقولها في وقتها. طب الكدني إيه علاقتها؟ عايزين نعرف. البون مارو ده سهل نتوقعه، ده المصنع أو المكان أصلاً اللي مسؤول عن الفورميشن أوف نيو ريد بلاد سيل. طيب يبقى إحنا الكدني مش قادرين نتوقعها، هنشوفها كمان شوية. طب الهيلثي دايت، يعني هي الريد بلاد سيلز هتتكون من ايه؟ هي عايزه حديد وعايزه فيتامينات وعايزه بروتينات، طب كل ده هيجي منين الا من الهيلثي دايت؟ طب الهرمونز، هنلاقي في برضو بعض الهرمونز بتاثر على البون مارو يعني بتحفزه لانتاج كرات الدم الحمراء. طب عايزين نعرف بقى الكلام ده بالتفصيل. يبقى لما يجي لك سؤال عن الاريثروبيسيس غالبا هيطلب منك التعريف والفاكتورز افكت، فحضرتك هتكتب كده وهنبتدي نشرح كل فاكتور بالتفصيل. نمسك اول حاجه الهايبوكسيا.
اول فاكتور زي ما قلنا الهايبوكسيا او نقص الاكسجين، اوكسجين ديفيشنسي او اوكسجين لاك. بمجرد ما يحصل اوكسجين لاك في الجسم لاي سبب، كل الاورجانز طبعا بتشعر بالهايبوكسيا، لكن الكدني بالذات بيكون لها رد فعل. اول ما تحس انه الاكسجين اللي جاي لها اقل من المعتاد، بتفرز على طول هرمون اسمه اريثروبيوتين. الهرمون ده بيمشي في البلاط، بيفرز من الكدني ويمشي في البلاط ويروح على طول يحفز البون مارو لانتاج مور اند مور ريد بلاد سيلز، وده طبعا بيساعد على زياده الاكسجين بلاد ليفل، لان هي الريد بلاد سيلز هي اللي بتحمل الاكسجين من اللنج وتمشي بيه في البلاط علشان توصله للتشوز. يبقى هنا لما فهمنا الهايبوكسيا فهمنا كمان الرول اوف ايه اوف كدني، يبقى فهمنا ليه احنا بنحتاج الكدني، لان هي من الاورجنز اللي اول ما بتحس بنقص الاكسجين بتشارك بايجابيه، بتطلع لي هرمون على طول اسمه اريثروبيوتين، لازم نحفظ اسمه، وبيروح هذا الهرمون مباشره للبون مارو علشان يعمل له ستيميوليشن. برضو علشان نبقى خدنا المعلومه كامله، الليفر كمان بيطلع هذا الهرمون ولكن بنسبه قليله جدا، يعني بيفرز حوالي 15% من هذا الهرمون. طيب بيطلع منين الهرمون ده في الكدني؟ من جزء اسمه الاندوثيليال سيلز اللي موجوده فين؟ في البيري تيوبولار كابيلرز. طبعا صعب عليك دلوقتي اذا ما درستش الاستراكشر بتاع الكدني، لكن انا هحاول ابسطها لك. الكدني فيها تيوبولز اللي هي بتعمل اليورين وحواليها كابيلرز، بسميها بيري تيوبولار كابيلرز. هذه الكابيلرز متبطنه باندوثيليال سيلز، الاندوثيليال سيلز دي هي اللي بتفرز الاريثروبيوتين. دلوقتي اقدر بقى انا اكمل باقي الفاكتورز. الهيلثي ليفر، احنا قلنا الهيلثي بيخزن ايه او بيستور ايه؟ الايرون، بيخزن كمان الفوليك اسيد والفيتامين بي 12، ودول اساسيين لتكوين الريد بلاد سيلز. فيبقى الليفر كونه ستور لهذه السبستانسز اللي هي الايرون والفوليك اسيد والفيتامين بي 12 والبروتين كمان اللي هو الجلوبين، فهو مهم جدا للريد بلاد سيل فورميشن. الهيلث كدني نقدر نقول دلوقتي اهميتها ايه؟ انها بتسكريت هرمون الاريثروبيوتين اللي هو بيعمل ايه؟ ستيميوليشن اوف بون مارو تو بروديوس ريد بلاد سيلز. محتاجين ليه بون مارو؟ شيء طبيعي، ده هو الفاكتوري، هو دوره اساسي، هو المصنع اللي بيعمل الريد بلاد سيلز. ولهذا لو في اي مرض في الليفر او في الكدني او في البون مارو على طول بيبقى الشخص ده عنده سيفير انيميا. الهيلثي دايت، الريد بلاد سيل عشان تتكون زي ما قلنا محتاجه بروتينز، محتاجه ليبيدز، محتاجه كربوهيدرات، محتاجه فيتامينز زي ما قلنا فوليك اسيد، فيتامين بي 12، فيتامين سي كمان، محتاجه مينرال زي الحديد ومعاه الكوبر والكوبالت. يبقى كل الحاجات دي لازم ناكلها في الاكل عشان نتجنب الانيميا او نقص كرات الدم الحمراء. في هرمونات زي ما قلنا زي الاريثروبيوتين بيحفز انتاج كرات الدم الحمراء، ضيف على كده الاندروجين والثيروكسين. طبعا الهرمونات كلها ان شاء الله برضو هناخدها في الاندوكرينولوجي. هنتعرف دلوقتي على حاله مرضيه اللي هي الانيميا، وطبعا مشهوره جدا، وزي ما انتم شايفين اول كلمه في التعريف باثولوجيكال كونديشن، يعني ما ينفعش حد عنده انيميا واقول ان هو شخص نورمال، ده عنده مرض. طيب الحاله دي تتميز بايه؟ كاركترايزد باي انه الريد بلاد سيل نمبر لو، يعني انخفاض في عدد الريد بلاد سيل، او انه ممكن يكون العدد مش لو ولكن الهيموجلوبين كونتنت هي اللي قليله، يعني الهيموجلوبين كميته قليله، او الاثنين. يبقى لا اما العدد قليل ككاونت او كميه الهيموجلوبين هي اللي قليله، او الاثنين موجودين، وده في الغالب بيبقى الوضع انه العدد قليل وكمان كميه الهيموجلوبين قليله. يبقى it is a pathological condition characterized by lowering of red blood cells number or hemoglobin content or both. الانيميا ليها مسببات كثيره جدا، هنجمعها في اربع اسباب رئيسيه هنتكلم عنها. هيمورراجيك انيميا، يعني ايه هيمورراجيك؟ هنعرف. هيموليتيك برضو، يعني ايه هيموليتيك انيميا؟ نيوتريشنال انيميا وابلاستيك انيميا. عايزين نتعرف على كل واحده من دول معناها ايه. الهيمورراجيك، كلمه هيموريج باللاتيني يعني بليدنج او نزيف، فبالتالي الهيمورراجيك انيميا معناها الانيميا اللي سببها بلاد لوس، ان احنا فقدنا دم.
سواء بطريقة أكيوت يعني مثلا حادث أو جرح، أو كرونيك زي مثلا اللي بيغسل سنانه بالفرشة كل يوم، أو اللي عنده البايلز اللي هي البواسير، أو اللي عنده ألسرز يعني قرحة في المعدة وخلافه. يبقى الهيموراجيك أنيميا معناها أنيميا كوزد باي إيه؟ بليدنج. يعني إيه بليدنج؟ يعني بلاد لوس، وده ممكن يكون أكيوت يعني مرة واحدة، أو كرونيك يعني على مدى طويل. هيموليتيك انيميا يعني ايه؟ ده تاني سبب. احنا خلصنا الهيموراجيك. الهيموليتيك يعني الدستركشن، يعني كلمه هيموليسيس يعني تكسير. فالهيموليتيك انيميا يعني انيميا كوزد باي دستركشن اوف ريد بلاد سيل. ايه اللي يخلي الريد بلاد سيل تتكسر جوه الاوعيه الدمويه؟ لا اما انفكشنز، اصابات يعني بالميكروبات، او بعض التوكسينز ممكن اكسسيف دوزز اوف توكسيك دراجز مثلا، او بعض الامراض اللي بتبقى كونجينيتال ديزيزز ليها علاقه بالجينات، والخلايا بسبب هذه الامراض ما بتاخدش شكل الباي كونكيف ديسكس اللي هو الشكل الطبيعي. فلا اما بتاخد شكل الخلايا المنجليه زي ما انت شايف السيكل سيل انيميا قدامك، او تاخد شكل كروي فبسميها سفيروسايتوزيس. وفي الحالتين الممبرين ما بيبقاش مرن، فاول ما بيمر البلاد فيه النارو كابيلاريز بيبتدي يتكسر، وبيصاب الشخص هنا برضه بالانيميا، لكن مش بسبب البلاد لوس، بسبب الاكسسيف ريد بلاد سيل ديستركشن. النيوتريشنال انيميا، نيوتريشن يعني تغذيه، فواضح من اسمها انها الانيميا اللي هيكون سببها نقص في المواد الغذائيه اللي احنا محتاجينها عشان نعمل الريد بلاد سيلز. ما هي خلايا الدم الحمراء زي اي خلايا، محتاجه بروتينز، محتاجه كربوهيدرات، محتاجه فيتامينز، محتاجه ليبيدز، يعني محتاجه مينرالز. فلو انا مش باكل الحاجات دي كلها ده هيتسبب لي في حدوث انيميا. فالنيوتريشنال انيميا من اشهر انواعها انيميا نقص الحديد او الايرون ديفيشنسي انيميا، انيميا نقص فيتامين بي 12، ودي بسميها الانيميا الخبيثه او بيرنيشس انيميا. ليه بسميها بيرنيشس انيميا؟ لان بيصاحبها اعراض في الجهاز العصبي، لان فيتامين بي 12 مهم كمان للاعصاب، فبيشاركها الجهاز العصبي في المعاناه، بيبقى فيه انيميا وبيبقى فيه اعراض عصبيه، فلهذا بنسميها بيرنيشس انيميا. وفي انيميا اخرى اللي هي انيميا نقص الفوليك اسيد اللي بسميها ماكروسيتيك انيميا، انه الخلايا تبقى كبيره في الحجم ولكن لا تؤدي الوظيفه بتاعتها. طب ازاي بقى تبقى كبيره في الحجم ولكن لا تؤدي الوظيفه بتاعتها؟ لما تدرس ان شاء الله في الهيستولوجي مراحل تطور كرات الدم الحمراء هتلاقيها في الاول بتبقى كبيره في الحجم، ثم تنقسم وتصغر في الحجم لما تبقى ماتشيور. فايه اللي بيحصل لما يكون في نقص فوليك اسيد؟ الخلايا ما بتنقسمش، بتفضل كبيره ولكن immature يعني غير ناضجه. فبتبقى موجود الراجل ده عنده خلايا وكبيرة حجمها كبير تحت الميكروسكوب عن الطبيعي، ولكنها immature ولا تؤدي الوظيفة بتاعتها، فبسميها macrocytic anemia. وبالمناسبة البرنيشس أنيميا هي كمان macrocytic أنيميا. علشان كده في سؤال مهم بيجي لنا بنقول لك give reason ليه نقص الفوليك أسيد ونقص فيتامين بي 12 يتسببوا في macrocytic أنيميا أو خلايا كبيرة الحجم ومع ذلك الشخص ده عنده أنيميا. فهنقول لأنها كبيرة في الحجم ولكنها إيماتيور بسبب أنه ما بيحصل لهاش سيل ديفيجن، لأنه الفوليك أسيد وفيتامين بي 12 هما اللي مسؤولين عن السيل ديفيجن أو الانقسام الخلوي. بعد كده عندنا السبب الأخير من أسباب الأنيميا اللي هي الأبلاستيك أنيميا. كلمة أبلاستيك زي ما قلنا يعني نو سيلز، كلمة أبلاستيك يعني نو، وأبلاستيك يعني نو سيلز. يعني إيه نو سيلز؟ هنا حصل دامج للبون مارو، حصل المصنع اتدمر، المصنع اللي هو نخاع العظام أو البون مارو، تعرضنا لإشعاعات ضارة راديشن، أخذنا دراجز بدوزز خطر، تعرضنا لكيميكالز، حصل لا قدر الله أورام سرطانية أو تيومر. فهنا الشخص ده مش بس زي ما أنت شايف في الفيجر، مش بس بيبقى عنده نقص في الريد بلاد سيلز، ده كمان في البليكليت وكمان في الوايت بلاد سيل، وعلشان كده الحالة بسميها أبلاستيك أنيميا. يبقى زي ما اتفقنا في الكوزس أوف أنيميا عندنا هيموراجيك أنيميا، هيموليتيك أنيميا، نيوتريشنال أنيميا، وأبلاستيك أنيميا.
في تقسيمة تانية لأنواع الأنيميا تعتمد على إنك تشخص الأنيميا بإنك تاخد عينة من دم المريض وتشوفها تحت الميكروسكوب. فعلشان كده عايزين نعرف إزاي يعني نشخص الأنيميا تحت الميكروسكوب. الرسمة على الشمال هتلاقي مكتوب فيها ماكروسايتس، يعني خلايا كبيرة الحجم. كبيرة الحجم يعني أكبر من النورمال. يعني لو أنا عندي الفوليوم النورمال مثلا 90 مايكروميتر أو 90 كيوبيك مايكروميتر، فهيبقى أكبر من كده فهسميها ماكروسايتس. يبقى أنا لو بصيت تحت الميكروسكوب ولقيتها أكبر من الحجم النورمال هسميها إيه؟ ماكروسايتس. طب لو لقيتها حجمها طبيعي هقول نورموسايتس. طب لو لقيت حجمها صغير هقول مايكرو سايتس. الجزء الثاني من الرسمه كاتب لك هايبر كروميك نورمو كروميك هايبو كروميك. لو لقيت اللون بتاعها درجه اللون اللي انا متعود عليها اساس انا بشوف بقى تحت الميكروسكوب كتير اللون الطبيعي فهقول نورمو كروميك، واللون غالبا بيعبر عن الهيموجلوبين كونتنت يعني. طب لو لقيتها باهته قوي هقول هايبو كروميك. لو لقيتها غامقه قوي ودي حاله الحقيقه مش موجوده يعني ده دي حاله جدليه بقى مفيش حاجه اسمها هايبر كروميك. يبقى انا لا اما بلاقي نورمو كروميك لا اما بلاقي هايبو كروميك، ولكن ممكن الاقي ماكروسايتس او نورموسايتس او مايكروسايتس. طب انا استفدت ايه من المعلومه دي؟ استفدت ان انا هقول لك حالات تشخص بيها الانيميا. يعني مثلا لو انت بصيت تحت الميكروسكوب وعديت الريد بلاد سيلز ولقيت العدد قليل اذا الشخص ده عنده انيميا، وفي نفس الوقت بصيت على الحجم لقيتها صغيره فلقيت مايكروسايتس، ولقيت لونها باهت فيبقى ايه؟ مايكروسيتيك هايبوكروميك سيلز، يعني سيلز حجمها صغير ولونها باهت. دي الكاركتر المميزه جدا لانيميا نقص الحديد او الايرن ديفيشنسي انيميا. فدلوقتي حتى انت لما تروح تعمل صوره دم لا قدر الله عندك انيميا نقص حديد هتلاقي مكتوب فيها انه الخلايا شكلها ايه؟ هايبوكروميك لونها باهت وحجمها مايكروسيتيك يعني حجمها صغير وهكذا. طب احنا عايزين امثله اكتر هنقول في السلايد اللي جايه. طيب ناخد امثله علشان نفهم التايبس اوف انيميا اكوردنج تو سيل سايز اند هيموجلوبين كونتنت. طبعا السيل سايز زي ما قلنا لا اما ماكروسايتس لا اما نورموسايتس لا اما مايكروسايتس، والهيموجلوبين كونتنت اللي بيعبر عنها الكالر. فانا عندي قلنا ما فيش حاجه اسمها هايبر كروميك دي بس نظريا كده، لكن ممكن الاقي نورموكروميك او الاقي هايبوكروميك. طب اذا بصيت لقيت نورموسيتيك نورموكروميك سيلز، يعني لقيت الخلايا حجمها طبيعي ولونها طبيعي، طب فين الانيميا؟ الانيميا انه عددها قليل. فهنا على طول بقول انه سبب الانيميا انه حصل له اكيد بلاد لوس يعني بليدنج، او حصل له ديستراكشن، فلا اما هيموراجيك لا اما هيموليتيك انيميا. طيب اذا بصيت لقيت انها مايكروسيتيك هايبوكروميك سيلز حجمها صغير ولونها باهت، على طول دي كاركتر لانيميا نقص الحديد الايرن ديفيشنسي انيميا. اذا لقيت انه الخلايا حجمها كبير زي ما اتفقنا اكتر من النورمال، فعلى طول بفكر في نقص فيتامين بي 12 والفوليك اسيد، وخلاص عرفنا السبب ايه، انهم مسؤولين عن الماتيوريتي بتاع الريد بلاد سيلز اللي بيحصل بسبب السيل ديفيجن، وهم لما بيكونوا ناقصين بيحصل ديليد او تاخير في السيل ديفيجن، فالخلايا بيكون حجمها كبير ولكنها نون فانكشن. الافكتس اوف انيميا او تاثيراتها على الجسم في جنرال ودي كلنا عارفينها، التعب والصداع شحوب الجلد عدم القدرة على العمل، وكلها بترجع لنقص طبعا الريد بلاد سيلز ونقص الأكسجين كونتنت. لكن في تأثيرات خاصة للأنيميا على القلب ناخدها بالراحة كده لأن احنا ما درسناش كارديوفاسكولار، فهنحاول نفهمها ببساطة. البلاد لما بتقل فيه كمية الريد بلاد سيلز بتقل الفيسكوستي بتاعته، يعني ما بيبقاش لزج بيبقى زي المية خفيف، فبالتالي هذه الكاركتر بتخلي ايه؟ انه فيش بريفرال ريزيستنس، يعني بيجري بسرعة أكبر أو بسهولة أكبر، والبلاد فيسلز بيبقى فيها فازو دايلاتيشن. لأن احنا لو درسنا الفيزيكس الخاصة بالموضوع ده هنعرف إن في علاقة بين لزوجة الدم وبين الدايمتر بتاع البلاد فيسلز وبين المقاومة أو البريفرال ريزيستنس.
فلما بيكون في انيميا بتقل البلاد فيسكوسيتي، فبتقل البريفرال ريزيستنس ويحصل تمدد في الاوعيه الدمويه او فازو دايلاتيشن، فيبتدي الدم يجري بسرعه. فكانه يعني لو بيعدي على القلب مثلا 80 مره، لا هيعدي 100 مره على سبيل المثال يعني. طب فبالتالي ده بيعمل ايه؟ بيعمل عبء على الهارد او بيعمل ورك لود على الهارد. التفاصيل والالفاظ شويه صعبه، يعني مثلا هقول لك انه بيرجع للقلب دم اكتر من المعتاد، اللي انا بسميه الفينا سيرتين، اللي هو راجع من التيشو على القلب، وبالتالي الدم اللي بيضخه القلب في الدقيقه بيبقى اكتر من المعتاد، اللي انا بسميه الكاردياك اوتبوت. طيب هيكون اسهل لنا لو درسنا الكلام ده بعد ما ناخد الكارديوفاسكولار، فهنفهم يعني ايه بقى كاردياك اوتبوت، يعني ايه فينس ريتيرن، يعني ايه بلاد فيسكوزيتي، ويعني ايه ارتيريال بلاد بريشر، وكل الحاجات دي. طيب نعرف ايه دلوقتي واحنا لسه في البلاد في تاني برانش لينا؟ نعرف اتليست انه وجود الانيميا بيتسبب في زياده العبء على عضله القلب، بيزود الورك لود على القلب، وبيزود كمان الهارت ريت. زياده الهارت ريت يعني زياده عدد الدقات او اللي هو الكونتراكشن والريلاكسيشن اوف ذا هارت، لو كان مثلا بيحصل 80 مره في الدقيقه هيبقى اكتر من كده، ودي بسميها باللاتيني تاكي كارديا. يبقى كلمه تاكي كارديا يعني زياده الهارت ريت. وعلشان كده بنقول ما نستهينش بالانيميا، يعني اذا شخص فضل يستهين بالانيميا ووصلت لمراحل خطيره فممكن جدا تعمل تاثير خطير على عضله القلب وتاثر على الفانكشن اوف ذا هارت. مرض اخر عكس الانيميا هو زياده في عدد كرات الدم الحمراء او بنسميه البوليسايسيميا. احيانا نبقى مش عارفين سببه فنسميه برايمري بوليسايسيميا، لو سبب معروف بسميه سكندري بوليسايسيميا، اللي ممكن بسبب تعرض التيشوز لهايبوكسيا يعني نقص في الاكسجين، ودي مش شرط بتبقى لاسباب يعني مرضيه، ممكن تبقى انه شخص مثلا انتقل لبيئه الاكسجين فيها قليل، زي مثلا اللي بيطلع فوق الجبال في الهاي التيتيود بيبقى الاكسجين قليل في المرتفعات، فالجسم كنوع من التعويض بيبتدي يزود كرات الدم الحمراء. لكن هل استمرار هذه الحاله لفتره طويله ممكن يكون له اثار سيئه؟ ايه هي الايفكتس اوف بوليسايسيميا عكس الانيميا؟ يعني في الانيميا كانت المشكله انه البلاد فيسكوستي قليله فالدم بيجري بسرعه فبيزود اللود على الهارت، يعني بيمر على القلب اكتر من الطبيعي، بيشغل القلب اكتر من الطبيعي. هنا العكس، هنا البلاد راكد، الفيسكوستي زياده، ففي سلو بلاد فلو، بيتحرك ببطء، وده برده مش كويس لان معناه ان الدوره الدمويه مش ماشيه كما ينبغي، فالدم مش بيعدي على اللنج بالقدر المطلوب، فمش بيحمل بالاكسجين الفريش، بيفضل جنب التيشو، التيشو بيسحب منه كل الاكسجين، فيبتدي التيشو بعد كده يعاني من نقص اكسجين او هايبوكسيا. اللون الجلد بتاعنا يبقى مزرق، يبقى فيه سيانوزس، والسيانوزس دي حاله معناها انه يبقى فيه بلويش ديسكلاريشن في الجسم بسبب ان الهيموجلوبين بقى ريديوست، يعني بقى ما بقاش فيه اكسجين، فبياخد لون دارك شويه، لون مزرق. وطبعا هناخد السيانوزس بعد كده برضه في الكارديوفاسكولار سيستم. كمان لزوجه الدم العاليه دي بتزود بقى المقاومه، يعني هنا في الانيميا كانت المقاومه بتقل، هنا المقاومه بتزيد، فبيزيد ضغط الدم او بيعمل ارتفاع في الارتيريال بلاد بريشر. طبعا اذا كانت المصطلحات بتاعه الكارديوفاسكولار صعبه شويه نحاول نعرفها بس، لكن نعرف ان احنا هناخدها بالتفاصيل بتاعتها ونفهمها اكتر في الكارديوفاسكولار. المطلوب نعرف انه الانيميا بتقلل الفيسكوزيتي فبتقلل البريفرال ريزيستنس وتعمل بازو دايلاتيشن، فبتزود الفينوس ريتيرن اللي راجع على القلب، فبتزود الكاردياك اوتبوت، فبتعمل زياده في الورك لود بتاع الهارت. بينما البوليسايسيميا بتزود الفيسكوزيتي فبتبطئ البلاد فلو، فتعمل بقى ركود، تعمل نقص اكسجين وزرقان اللي هو السيانوزس وارتفاع في ضغط الدم. يبقى احنا في محاضرة النهاردة خلصنا الريد بلاد سيلز، اتكلمنا عنها، عن عددها، عن structure بتاعها، السايت اوف فورميشن، عن الفيت، عن اللايف سبان، واتكلمنا برضو عن ديزيزز مهمة متعلقة بيها زي الانيميا والبوليسايسيميا،
وما ننساش موضوع مهم جدا وموضع أسئلة اللي هو الإريثروبيسيس، نعرف تعريفه والفاكتورز أفكت